السلام عليكم. اذا اول مره تشوفوا قناتي انا هبه ابو الخير. فيديو النهارده اكتر فيديو كيكه طلب مني حضره، هي كيكه الجزر، او الافضل نقول عنها كيكه السعاده. لما تاكلوا قطعه منها كده تحسوا نفسكم في عالم تاني. الفيديو ده مختلف، كعادتي دايما بحب اقدمها بطريقتين، الطريقه البسيطه السريعه اللي مكوناتها قليله ومن البيت، وهقول كمان البدايل وايه الحاجات اللي نقدر نستغنى عنها. الطريقه التانية اللي هي مكوناتها ضعف مكونات الكيك العادي، هقدمها بشكل كيك طبقات مع تزيين بسيط ومختلف. اذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه اذا حابين يوصل ليكم اشعار باي وصفه جديده. يلا بينا نبدا. المقادير اللي هتسمعوها في الشرح مضاعفه، يعني هتحضر معايا 4 طبقات من الكيك. مقادير الكيكه الواحده هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. عندي هنا المكون الرئيسي للوصفه وهو الجزر، بيكون مبشور ناعم، المبشره فيها جهه خشنه وجهه ناعمه، استخدموا انعم جهه لبشر الجزر. انا احتجت 375 جرام بيعادلوا تقريبا 2 كوب ومعلقتين كبار من الجزر. الوصفه دي مرنه جدا، نقدر نحضرها بزيت او زبده او مزيج بين الزبده والزيت. انا استخدمت 150 ملي زيت بيعادلوا تقريبا 3/4 كوباية، كمان استخدمت 300 جرام من الزبده بيعادلوا تقريبا 1.5 كوباية. لو هنستخدم الكميه كلها زيت فهتكون 450 ملي من الزيت، يعني 2.25 كوباية. حابة أفكركوا تاني إن كل البدايل دي بتكون مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. احتجت كمان 6 حبات من البيض بحرارة الغرفة. الوصفة دي ممكن نحضرها بسكر أبيض بس، لكن علشان أخد طعم أقوى وأصلي أكتر فاستخدمت نص الكمية سكر أبيض والنص التاني سكر بني فاتح. من السكر البني الفاتح استخدمت 240 جرام بيعادلوا 1.25 كوباية كبيرة، ومن السكر الأبيض الناعم استخدمت 240 جرام بيعادلوا 1.25 كوباية. لو استخدمنا الكمية كلها سكر أبيض هتكون الكمية 480 جرام بيعادلوا 2 كوب سكر زائد 8 معالق كبيرة. احتجت كمان معلقة كبيرة من القرفة 10 جرام، 3/4 معلقة صغيرة من الملح 3 جرام، كمان احتجت 2 معلقة صغيرة من الفانيليا تقريبا 10 جرام، ومعلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر 7 جرام، معلقة ونص صغيرة من البيكنج صودا 7 جرام. البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، ده بيكون شكلها علشان كتير منكم بيسألوني عنها. اما المكون الاختياري في الوصفه دي واللي ممكن نستغنى عنه والوصفه بتنجح جدا من غيره، لكن هو بيضيف طعم قوي جدا ليها، وهو عين الجمل المفروم. استخدمت للاربع طبقات من الكيك تقريبا 250 جرام، يعني 2.25 كوب. اخر حاجه احتجت 420 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات بيعادل تقريبا 3 اكواب زائد 4.5 معلقة كبيرة. اول حاجه هنخل كل المكونات الجافه، الدقيق، القرفه، البيكنج صودا، البيكنج باودر والملح. بعد ما خلصتهم هسيبهم على جنب. في محضر الطعام أو الكبة أو ممكن كمان الخلاط أو المضرب الكهربي أو بمضرب يدوي هنخلط الجزر مع الزبدة والزيت. الخطوة دي مش بس هتخلط لي كل المكونات مع بعض، لأ كمان هتديني قوام للجزر أنعم شوية، بالأخص لو في أطفال صغيرين هياكلوا منها، يعني هتساعدكوا شوية ان الاطفال ما يحسوش بحبات الجزر شوية ظاهرة في الكيك. انا خلطت بسيط، يدوب بس الزبدة والزيت اتوزعوا على الجزر ووقفت على طول، يعني وصلت للقوام ده، حبات الجزر محافظة على شكلها لسه ومش معجنة او مفرومة قوي، يبقى كده تمام. في طبق عميق ضفت البيض، السكر البني، السكر الابيض والفانيليا. هخفق سريعا كده لمدة 2 دقيقة بمضرب يدوي او كهربي. نوعين السكر كده دابوا مع البيض، نجيب بقى ميكس الجزر والزبدة والزيت ونضيفهم على البيض بالشكل ده، ونخفق يعني بس يدوب كده 30 ثانية يمتزجوا مع بعض. بعدين ضيف عين الجمل المفروم. هخفق سريعا كده لمدة 2 دقيقة، ننزل عليهم مرة واحدة بالمكونات الجافة ونقلب بالمضرب. أول ما يتقل معانا كده ويبقى صعب نقلب بالمضرب شوية، هنسيب المضرب على جنب ونجيب معلقة خشب أو سباتيولا أو أي معلقة كبيرة عندنا ونقلب بالشكل ده. اتأكدنا خلاص إن الدقيق اتوزع كويس، يبقى كده تمام. هجيب 4 صواني مقاس 20 سنتي، هغلفهم من جوه بالزبدة، وعلشان الكيك بتاعي ما يلزقش هثبت جواه ورقة زبدة كمان. ممكن توزنوا كمية خليط الكيك كلها الأول بعدين توزعوه بالتساوي على كل الصواني، أو بالنظر كده نضيف الكمية بالتساوي. ممكن لو الفرن كبير ياخد 4 صواني مرة واحدة، لكن أنا خبستهم على مرتين، كل مرة دخلت 2. التسوية بتكون في فرن ساخن مسبقا، حرارة 175 رف أوسط، هتحتاج معاكم بالظبط 25 دقيقة. ممكن نختبر النضج بعود خشب ونشوف لو محتاجة 3 دقايق كمان أو لأ.
يعني أقصى مدة للخبز هي 28 دقيقة. ريحتها في الفرن مش بس مالية البيت، لأ دي كمان مالية الشارع. أول صينيتين خرجوا بسيبهم يبردوا 10 دقايق في الصينية زي ما هم كده، بعدين بقلبهم بالشكل ده على شبكة التبريد وسيبهم يبردوا تماما. وهنا خبزت الاتنين التانيين، ولما بيخرجوا برضو بسيبهم يبردوا تماما على شبكة التبريد. الكيك ده يا جماعة كل مرتاح أكتر وبرد أكتر بيبقى سهل أكتر في الحشو والتزيين. أنا بغلفه بالطريقة دي بعد ما بيبرد تماما وبدخله الفريزر لمدة ساعة، وأوقات كمان لو مش مستعجلة بسيبه في التلاجة متغلف ليلة كاملة وبعدين بشتغل بيه تاني يوم، بيبقى أحلى كمان بكتير. طيب لو مش حابين نعمل كيك طبقات وعايزين كيك كده سهل وبسيط وسريع، أنا هنا عملت مقدار صغير، هتلاقوا مقاديره في بداية الفيديو، كمان هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. حضرته بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الكمية الكبيرة. بجيب صينية تكون مستطيلة أو مربعة أو دائرية، أي حاجة عندنا. الصينية دي مقاسها 20×20، ارتفاع 7 سنتي. غلفتها من جوه بورق زبدة وبعدين ضفت فيها كل كمية الكيك. التسوية بتكون في فرن ساخن مسبقا حرارة 160. هتحتاج معاكم تقريبا من 50 لـ55 دقيقة مع المتابعة. ابتداء من 45 دقيقة نقدر نتابع نضجها بعود خشبي، لو تمام نخرجها تبرد تماما على جنب. والأفضل نعمل زي ما عملنا في الكيك اللي هو دائري، اللي هي طبقات الكيك اللي عملتها من شوية، نغلفها وندخلها التلاجة أو الفريزر لمدة ساعة. في الفترة دي حضر كريمة التزيين اللي هي كريمة الزبدة الأمريكية. المقادير دي لتغليف وحشوة كيك كبير 4 طبقات. لو هنحضر كريمة زبدة الكيك البسيط اللي أنا عملته ده، فهنعمل كمية أقل بكتير، هتلاقوا مقاديرها مكتوبة في صندوق الوصف. أنا احتجت علبة جبنة كريمي 270 جرام، الجبنة بتكون باردة عكس الزبدة. كمان احتاجت 170 جرام زبدة، بيعادلوا تقريبا 3/4 كوباية زائد معلقة كبيرة. أنا حابة أوريكم حاجة، الزبدة بتكون بحارة الغرفة بالقوام ده. يعني أوقات لما بقول بحارة الغرفة ممكن تفهموا إن هي يعني في درجة الحرارة العالية أو في الحر تكون دابت جدا، وإحنا مش عاوزين ده. إحنا عايزينها لما نضغط عليها كده تعمل علامات أو يعني تعمل أي شكل معانا، لكن ما تكونش دايبة لدرجة إن هي سايلة. احنا حابينها بالقوام اللي قدامكم ده بالظبط. كريمة الزبدة الأمريكية معروف عنها ان هي بتتحضر بكم كبير جدا من السكر البودرة. انا احتجت لتحضيرها كيلو من السكر البودرة، والاهم انه يكون منخول، دي خطوة مهمة قوي. وعلشان اعدل الطعم ضفت على السكر معلقة صغيرة من الملح. انصحكم كمان تختاروا زبدة مملحة، يعني انا دايما بقول في اي وصفات الحلويات زبدة غير مملحة، لكن كريمة الزبدة الأمريكية بالاخص انصحكم جدا تستخدموا زبدة مملحة عكس اي نوع حلويات، وهو ده السر بتاعي في كريمه الزبده، هتطلع مظبوطه جدا معاكم، لان الكريمه دي فيها سكر كتير قوي، فلو ضفنا زبده مملحه كمان معاها هتظبط التست جدا معانا. اول خطوه خفقت الزبده لمده 10 دقائق على اعلى سرعه عندي لحد ما بقت كريمي وهشه جدا كده، وده سر نجاح الكريمه. ضفت عليها الجبنه الكريمي وخفقت لمده دقيقه كمان على سرعه عاليه. لما نضيف الجبنه ما نخفقش اكتر من دقيقه يا جماعه. السر الأهم علشان تاخدوا نتيجة صح، ضيف السكر بالتدريج كوباية بكوباية مع الخفق. لو ضفنا السكر كل مرة واحدة صدقوني نتيجة مش هتكون مرضية تماما. يعني لما نيجي ناكل كده الكيك هنحس بطعم السكر في الكريمة وبطعم الحبيبات بتاعة السكر، لكن لو ضفنا بالتدريج كده كوباية وكوباية مع الخفق المتواصل، السكر هيدوب تماما وهيتخلط كويس جدا. في النهاية ده بيكون قوام الكريمة تقيلة متماسكة، لو حشينا بيها حلويات أو استخدمناها في البايبنج باج أو زينا بيها كوب كيكس مثلا، هتكون متماسكة جدا معانا. لما ناخد منها جزء ونفرده هيتفرد معانا بالشكل ده على طول. هنا كمان عملت كده جزرات كيوت صغننين بعجينة السكر. بجيب كده رشة نشا سريعة قدامي علشان ما تلزقش في ايديا. وعندي هنا كمان عجينة باللون البرتقالي، شكلتها لكرات صغيرة وضحركتهم كده في النشا بسيط. ايدي برضو كده يفضل يكون عليها شوية نشا بسيطة، وابدأ اخد كل كرة وافرتها بين ايديا بشكل الجزرة كده. عندي هنا كمان عجينة باللون الاخضر، فردتها برضو كده يعني زي خيوط رفيعة، وحطيت الاتنين جنب بعض ومن الاطراف كده يعني لزقتهم ببعض. نجيب بقى الجزرة بتاعتنا الحلوة دي، وبأي حاجة مدببة ابرة او عود خشبي. انا استخدمت الترمومتر بتاعي، هو اللي كان جنبي، عملت بيه تجويف كده لجوه، وبعدين باخد الجزء الاخضر وبدخله بالشكل ده.
كده بقت جزرية حلوة لكن لسه سادة. هنجيب بقى سكين أو مسطرة أو أي حاجة عندنا تكون مسطحة، نعمل بيها خطوط كده شبه اللي تبقى على الجزر. بصراحة بتبقى جميلة وسكر قوي كده. أنا عملت من الحلوين دول كمية وسبتهم على جنب علشان أزين بيهم الكيك. علشان نظبط الكيك بنحتاج منشار اللي هي أداة زي دي أو سكين خبز زي ده. أنا ما وزنتش الكيك في الصواني فطلع عندي كده حجم الكيك مختلف شوية، يعني حاجات بسيطة كده بسنتيمترات، يعني حاجات صغيرة قوي. كمان بحب أشيل الطبقة دي علشان ما بتثبتش مع الكريمة بسهولة وبتبقى ملزقة كده ومش لطيفة خالص. ظبطت الأولى والتانية والتالتة والرابعة، بقوا كلهم تقريبا بحجم واحد. بجيب الستاند اللي بشتغل عليه بوزع عليه شوية من الكريمة اللي هي كريمة الزبدة، وبعدين أثبت عليه البورد بتاعي. الكريمة هتساعدني إن البورد ما يتحركش، وعلشان نضمن أكتر إنه ما يتحركش ممكن ناخد الستاند مع البورد والزبدة وندخلهم التلاجة 10 دقايق. على البورد كمان بضيف كريمة وثبت عليه طبقة كيك. الحركات دي بتضمن لي ان الكيك بتاعي ما يتحركش او يقع مني وانا بشتغل. ممكن كمان بعد ما نضيف اول طبقة كيك ندخل البورد بالستاند بطبقة الكيك الاولى التلاجة كده 10 دقايق ولا حاجة، وبعدين نخرجها ونشتغل. لاحظوا معايا الجهة اللي انا حطيت عليها الكيك، القاعدة لفوق والوش لتحت. بجيب الكريمة وبكيس حلواني مفتوح بوزعها بالطريقة دي. الطريقة دي بتضمن لي ان الكيك او الحشوة تكون واخدة مستوى واحد من الكريمة، يعني هتكون متساوية اكتر. بحاول ان انا اظبطها بسيط كده بالسباتولا وبضيف عليها طبقة الكيك التانية. وانتوا بتضيفوا طبقة الكيك التانية بصوا على الزوايا، يعني شوفوا انكم ثبتين طبقات الكيك صح على بعضها. ولو مش مظبوطة قوي فممكن نظبط التوازن بتاعها في الاخر بمسطرة، يعني من الجهتين كده نحط مسطرة ونظبط التوازن بتاعها. ثبت الطبقة التانية من الكيك وعليها كمان ضفت طبقة من الكريمة، واخر حاجة بضيف اخر طبقة كيك. باخد شوية صغيرين كده من كريمة الزبدة ووزعهم على الوش كده. بظبط الجوانب ونعمها كويس قوي بالكريمة اللي خرجت من الكيك، مش بضيف اي كريمة زيادة. بدخلها الفريزر نص ساعة تتماسك، بعدين بخرجها علشان تاخد طبقة كمان. هنضيف بقى المرة دي كمية كويسة كده من الكريمة على الوش وبالجوانب، ونبدأ نظبطها بالشكل ده. ممكن تكتفوا بكده وتبردوها، وممكن كمان تدوها طبقة أتقل أو تزينوا الجوانب بعين جمل مفروم. أنا حباها كده بطبقة خفيفة علشان حابة أبرز طبقات الكيك أكتر. أنا هستخدم أداة زي دي كده خاصة بالتزيين، هلفها بالشكل ده حوالين الكيك والكريمة فهتبرزي الطبقات أكتر. آخر حاجة كده وزعت عليها جزراتي الحلوين وشوية من عين الجمل المفروم بين كل واحدة والتانية. أنا حباها بسيطة مش مبالغ فيها، يعني ما حبيتش ان انا ازود قوي في التزيين او انواع الكريمه اللي هحطها، حابه ان فكرتها تكون بسيطه اكتر. لما بتخلص بدخلها التلاجة تبرد وتتماسك لمده ساعه او اكتر قبل التقديم. ده بقى الكيك البسيط السهل بنص المقدار. انا غلفته وبرد تماما في التلاجة. لازم نزينه وهو بارد لان سخونه الكيك او الحراره الداخليه ممكن تدوب لي الكريمه وتبوظ قوامها خالص. كمية الكريمة اللي احتاجها للكيك دي هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف، هي بتكون بسيطة جدا مش زي كمية الكريمة الكبيرة اللي احنا عملناها. وزعت طبقة سميكة من الكريمة على الوش وزبطتها بكوم ناعم يعني نوعا ما. دخلتها التلاجة تتماسك تماما، بعدين كده بجيب سكين يكون حاد وحدد الحروف بتاعتها من كل الجهات. ده هيديها شكل اظبط معايا. كمان الحروف اللي بتبقى في الجوانب بتاعت الكيك ما بتبقاش طرية قوي، بتبقى بطبيعة الحال ناشفة او متماسكة شوية، فالاحلى ان انا اتخلص منها. انا بصراحه متخلصتش منها، هي برضو اتاكلت. وزعت على الوش كده رشه عين جمل مفروم، بعدين هقسمها المربعات بالشكل الجميل ده. وفي النص هجيب كده جزره من جزرات الحلوين واضيفها بالشكل ده. تبقى بالبساطه والشياكه والجمال ده، تاملوها كده. دي الكيك الطبقات بعد ما ارتاحت في التلاجة نقطعها بالشكل ده. 4 طبقات من السعادة بينهم 4 طبقات من الكريمة، بجد من أروع وصفات كيك الجزر اللي أنا عملتها. هشة مش مكتومة، طرية جدا، طعمها يجنن، ريحتها مش هتملى البيت بس دي كمان هتملى الشارع كله. أنا قدمتها بطريقتين يناسبوا أي حد سواء بيعرف يعمل كيك طبقات أو بيحب البساطة، هتلاقوا الفكرتين في الفيديو ده.
مش هقول احلى من اللي بتاكلوها بره، هي اصلا ما تتقارنش بيها يا جماعه. يعني تخيلوا هتعملوا كيكه جزر في البيت اقوى من اقوى كافيه بره بالطريقه دي، تتقدم بارده علشان الكريمه تكون متماسكه. في اللقطه دي اللي انتوا شايفينها دلوقتي الكريمه وانا باكل دايبه شويه لانها اخدت وقت طويل في التصوير بره الثلاجه، فطبيعي انها تدوب شويه معايا. سواء اخترتوا تحضروها طبقات او طبقه واحده بسيطه لكن فخمه كده، قوموا حضروها حالا واستمتعوا باقوى طعم الكيك ممكن تجربوه. سواء حضرتوها بزيت او زبده على زيت فهتطلع طريه ومش مكتومه تماما معاكم. اذا هتسالوني عن رايي فانا بحب جدا القوام اللي هو الميكس بين الزيت والزبده، يعني انا بحس ان الزبده بس بتديها قوام مكتوم شويه، الزيت بس بيخليها خفيفه قوي ممكن يعني تتهري معاكم بسهوله، لكن انا بحب الميكس بين الاتنين بيديني قوام اظبط قوي وبيديني كمان طعم غني اكتر. اوقات كتير جدا بعملها بالزيت وبتطلع ناجحه جدا معايا. لو هتعملوا كيك عادي بسيط مش محتاج تعمل طبقات فانصحكم تشتغلوا بالزيت بس، لكن لو هتعملوا كيك طبقات زي اللي انا عملته ده وهنحتاج اننا نقطع او نحشيه او نقسمه، فالافضل جدا ان ضمن المكونات يكون زبده علشان يكون فيها تماسك اكتر. هتلاقوا مقادير كيك الطبقات وكيك الطبقه الواحده مع مقادير بكميه الكريمه اللي تكفي كل نوع فيهم تحت الفيديو في صندوق الوصف بالتفصيل، وكمان باكد عليكم شوفوا النصايح والبدائل اللي انا بكتبها كلها تحت الفيديو. وبكده تكون وصفتنا لليوم خلصت، اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه اذا حابين يوصل لكم اشعار باي وصفه جديده. اشوفكم على خير.